هيكو شو كيوت. هيدا يا انا يا هو بالحي. او ماي جاد. دراما دراما سنة الفضيحة. هاي حلوين كيفكن؟ صبايا بدي الفيديو اليوم جمعت لكم افضل المنتجات اللي اشتريتها سنة 2023 حطيتها بهيدا البوكس، وعلى فكرة انه في بوكس تاني مثله ورح اعرفكن عليها بهيدا الفيديو. انتو بتعرفوا قديه انا بشتري اشياء اونلاين، كل شيء عندي بالحياة شريته اونلاين. كتير بشتري اشياء الانترنت بتقلي عنها منيحة وبتطلع مش منيحة، وكتير بشتري اشياء مش سامع عنها على السوشيال ميديا وبتطلع احسن شيء اشتريته بحياتي. سو اليوم جمعت لكم احسن شيء ورح نحكي عنه بالفيديو. اذا حبيتوا الفكره keep on watching، بس قبل اكيد ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات. خلينا نبلش. بتصدقوا انه نحن قربنا نخلص سنه 2023؟ هيدي السنه كانت غريبة عجيبة بشكل انفضح العالم كله بهيدا السنة. ما بقي منظمة دولة شانل شخص ما انفضح. هيدا السنة هي سنة الحقيقة عندي، مش معقول. بليز خبروني اذا انتم موافقين الرأي، لانه هيدا السنة هي سنة الفضيحة. غير المعاناة وغير الألم والوجع اللي عم نعيشه، اذا منطلع عليها هي كلها سوا بينعمل عنا موفي، بينعمل عنا فيلم بس هيدي السنة. anyway أنا كتير ممنونة على هيدي السنة، أنا ممنونة على كل شيء عندي، ممنونة عليكم على وجودكم بحياتي سنة جديدة وعلى وجودي بحياتكم سنة جديدة. guys في عندي متابعين صاروا متابعيني 7 سنين ورح يصيروا 8 سنين، وأنا كتير بحبهم، كتير رفقة معهم. سو ما بتصدقوا قد ايه انا مبسوطة اصلا بوجودي هون على السوشيال ميديا. anyway بلا مشاعر وخلينا نبلش بالفيديو. تعرفوا شو؟ في اشياء كتير مختلفة هون. سو البرودكت اللي بيطلع بايدي رح استعمله، بس اول برودكت بدي نبش عليه، لانه مثل ما ملاحظين انا مش حاطة بلاش ومش حاطة لبستيك، وهلا رح تكتشفوا برودكت معي رح تدعولي. خليني افرجيكم اياه. يعني قد ما في غراض صعبة الاقي للبرودكت اصلا. لقيته. هيدا هو البرودكت من شي جلام اسمه for the flush lip and cheek tint. سو هو تنت والطب الاصل بنفيت. سو انا عندي هيدا من بنفيت، هيدا الطب الاصل من بنفيت، بس affordable اكتر او سعر كتير اوفر. سو خلينا نجربه انا وياكم. انا اوريدي مجربته بستعمله، بس خليني افرجيكم اياه. هيك بيجي شكله من جوا، ليكويد مثله مثل بنفيت، والابليكيتر تبعه كمان مثل بنفيت. سو خليني افرجيكم على البشره. انا حاطه اوريدي ميك اب على فكره وباودر وهيك، هو افضل انه نحطه قبل ما نحط الباودر، بس اتس فاين حتى فوق الباودر بنقدر نحطه. الفرق بينه وبين بنفيت هو انه هيدا ناتشرال اكتر، بينما بنفيت بس نحطه بيبقى كتير كتير قوي لدرجة انه اوقات انا ببقع على وجهي وهيدا الشيء ما بحبه. بفضل اني احط طبقتين من هيدا فوق بعض على اني احط طبقة وحدة وتبقع على وجهي. واللون اللي بيعطيه او ماي جاد، على فكرة الاضاءة كتير ظالمة اللون. رح وطيلكم الاضاءة هلأ تتشوفوا اللون عن حقيقة. شفتوا؟ مجرد ما زحت هيدا الضوء اللي كان ناقح على وجهي قدرتوا تشوفوا اللون على حقيقته، لانه انا هيك مبين على وجهي تماما. رح اترك الضوء هيك ورح ننتقل لتاني جهة. بيعقد، وعلى فكرة انا عم حطه فوق الباودر وما بينزاح الباودر من محله. نايكو شو كيوت! بصدق، وعلى فكرة انه ما بيروح، انتو شايفين ما بيروح وما بيبقع مفشي. شايفين شو حلو؟ خبروني اذا كنتوا عارفين فيه ولا لا. او ماي جاد انا كتير زدت. رح جرب خفيف. اوكي، اذا شي مرة صارت معكم وزدتوا كتير بلاش بلا ما تحسوا اتاخدتوا بالبلاش متلي، شوفوا شو فيكم تعملوا. بتاخدوا براش نظيفة، بتاخدوا حيلا لوس باودر عندكم ياه، بتبلشوا تحطوا لوس باودر. شفتوا الفرق قد ايه اللوس باودر خفف من الحديه؟ او ليترلي حيلا باودر عندكم اياه، بس اللوس باودر احسن لانه بيجي لايك اخف، بتقدروا تسيطروا على الكميه اكثر. شوفوا بيرفكت. وهلا هو زيته رح نحطه على الشفاف، كمان اللون على الشفاف انا كثير بحبه.
هيدا كان اول برودكت. انتو شايفين الفرق على الوج. هلا بين الميك اب اللي حطته. I love it. كتير كتير بحبه. وعلى فكرة انه في كتير اشياء لك. في اشياء للشعر, في اشياء للميك اب, في اشياء للهايجين او النظافة الشخصية, في اشياء سكين كير, في كتير اشياء. I love it. I love it. I love it. اللون على الشفاف روعة. وشوفوا ايده نظيفة. تاني برودكت كمان رح يكون للشفاف بما انه هلا حطينا, وكمان رح يكون من شي جلام يلي هو كمان افضل برودكت من شي جلام انا بحبه. وعلى فكرة انه الفيديو not sponsored, ما في شي sponsored, في كتير اشياء هلا رح تشوفوا, بس ثاقبت انه اول اثنين برودكتس من شي جلام هو هيدا الليب اويل. هيدا الليب اويل كتير كتير قوي, كتير بحبه. اسمه جالي واو. في منه على فكرة بيجي transparent, والترانسبارنت بيجي plumping oil. So حطها هيك, بيعطي لمعة كتير حلوة, مش قوية مثل الجلاس لأنه هو جاي على أويل أكتر أو على زيت أكتر, بس بيرطب الشفاف بشكل رهيب وما بيلزق على الشعر. أهم شيء كمان I love it, وما بيلزقوا الشفاف على بعض, ما بتحسوا فيه. أنا كتير بحب الليب كلوس, بس كتير بكره الليب كلوس لأنه إذا إجا شعري شوفوا شايفين لو انه حاطه جلاس ما في شيء بيشيل شعري عن وجهي او عن شفافي. سو هيدا ما بيلزق وما بحس فيه, بيرفكت. سو رح بلش نقي عشوائيا ورح نقي هيدا. هيدا المنتج حكي عنه من قبل من كريست. سو كريست هي تبع دواء الاسنان وفراش الاسنان اللي احنا بنستعملهم, بس هيدا هو وايت ستريب. وايت ستريب يعني رح فرجيكم كيف بيجي شكله. هيدا شكل الوايت ستريب, وبس نفتحها رح يكون في بقلبها, رح افتحها انا وياكم. اتس فاين, اصلا رح ارجع استعملها بعد الفيديو. انا تقريبا دايما بستعملهم لايك على مدار السنه بستعملهم, لانه بحب كثير اشرب نسكافيه, والنسكافيه بتخلي اسناني يصيروا صفر, وانا بكره انه الاسنان يصيروا صفر. سو بحط من هيدا الستريب, بيجي في بقلبه هول الاثنين, هيدا للاسنان من فوق وهيدا لتحت. بتحطوها على الاسنان نص ساعة او حسب هي قد ايه مكتوب عليها. هيدا لنص ساعة بنحطها وبنرجع بنشيلها, بنفرش اسناننا قبل وبعد ما نحطها ونشيلها. كتير بحبها, والسبب هو انه ما بتحسس الاسنان. يعني اذا انتم اسنانكم حساسين وما فيكم تروحوا عند حكيم الاسنان وتبيضون فرد مرة, لانه بنعرف تبييض الاسنان بينزع الاسنان, لو شو ما كان يكون بينزع الاسنان لانه عم نشيل طبقة من المينا. سو هيدا ما بتحسس الاسنان, يعني ما بتشيل طبقة كتير كبيرة, على مراحل بتشيل هول الطبقات تبع المينا, وبحسها انه سيف اكتر من انه نعملهم فرد مرة. ما بعرف, انا ماني حكيمة اسنان على الاكيد, بس انا هيك بحس. اذا انتو حكم اسنان او بتعرفوا حكيم اسنان رفيقكم خيكم, بليز اسألوه اذا هول احسن من انه نعمل وايتنينج للاسنان فرد مرة. اكتبولي بالكومنت ورح حطها ببن. سو هيدا البرودكت انا كتير بحبه. على فكرة رح تسمعوا في كلب عم بيعوي بالباك جراوند, سمعتوه؟ هيدا كلب الجيران, هيدا يا انا يا هو بالحي. ما في مرة قررت اني بدي اصور فيديو الا معوى. anyway اللي بعده, هيدا الفار الكيرلينج ايرون, من ارخص الكيرلينج ايرون اللي انا شريتهم بحياتي. كتير كتير بحبه لانه العرض تبعه كتير منيح, انه يعملكن هول الكيرلز الناتشرال اكتر. دايما بستعمله, والحلو فيه هو سعره. اولا انا جايبته من شي ان, وسعره حسب ما بتذكر انه كان بين العشرة والخمستعشر دولار. كتير بحبه قدي افوردبل, كتير افوردبل سعره, وكتير بضاين. والكيرلينج ايرون تبع شي انها مش اول مرة بجيبها, تالت مرة بجيب, كل مرة سايز وكل مرة شكل, وكل مرة بيعطي فورم شي مش بالضرورة بس مبروم. I love it. في عندي اربعة منتجات للشعر مثل هيدا من شي ان, وبعقدوا وبحلف فيهم وبعدهم معي وبجننوا. اذا بتحضروا الفيديو تبعي وبتعرفوا انه انا دفعت حق شي بيشبه هيدا 300 يورو مش دولار, وما طلع منيح, بتعرفوا انه ال 15 دولار كتير منيح.
سو هيدا انا كتير كتير بحبه، كتير بحب استعمله. ما بعرف هالمرة طلع عبالي اني اعمل شعري ليس على غير عادة، عادة كتير بحب اني اعمل بالفار، فما رح فرجيكم لاني حابة اترك شعري ليس. بس اذا بتشوفوا الفيديوز تبعي من قبل دايما بس يكون شعري ويفي بيكون ويفي من ورا هيدا الفار. اللي بعده هول الرموش بيطوشوا. انا حاطة منهم على فكرة، انا حاطة هيدا الكبير مع انه بتحسوا كتير كبير هون، بس على الرموش طالع بعقد خصوصي على الميك اب اللي انا حاطته هلا. هول الرموش كتير ضروري اتذكر قديه سعرهم، لانه سعرهم هو احلى شيء فيهم. لا مش سعرهم احلى شيء فيهم، بس حابه لهالجمله، احلى شيء فيهم انه هن كتير خفاف على العين. انا بس حط رموش بيوجعني راسي، بيوجعوني عيوني، لانه دائما بدي ضلني احس انه بدي افتح عيوني والا بغمضه. اوكي بليز خبروني اذا انتم مثلي. سو على طول بهرب من الرموش وبروح اكثر على الماسكارا، لانه ما بدي اتعب، بدي اشتري راحتي. لحديت ما تعرفت على هول الرموش، لاحظوا انه ما في براند معينه مكتوبه عليهم. صراحه مكتوبه عليهم اوريولا 20 ميكس 7، هيدا المكتوب عليهم، بس انه كبراند براند مش مكتوب عليهم. على فكره كل اللينكس رح يكونوا موجودين بالديسكربشن بوكس عن كل شيء انا عم بحكي عنه وانا من وين جايبته، والاسعار فيكم تشوفوا كل شيء بالديسكربشن بوكس، فيكم تروحوا تشوفون لانه بعقده قديه خفاف وقديه رخاص. كثير ضروري اقول لكم قديه سعرهم. بس تلاقي التليفون وين؟ هي سيري. على فكرة انه هيدي تاني علبة انا بشتريها، اوريدي عم خلص اول علبة، بس قلت انه I have to restock، لازم يبقى عندي من هول الرموش، سو اشتريت علبة تاني. هاي كلها سوا حقها 10 دولار، فيها 20 رمش اثنين، اوكي؟ يعني 20 مرة بنقدر نحط، 20 شو بيقولوا؟ بير، جوز رموش. فهمتوا علي صح؟ اوكي، فيها 20 مرة بنقدر نحط الرمش ب 10 دولار، هل يا ترى بنقدر نحط الرمش مرة ثانية؟ أنا لو شو ما كانت البراند، يعني في أوقات أنا جايبة رموش حقهم 30 دولار و 40 دولار وما بحطهم مرتين، خلص أنا بالنسبة لي الرمش بينحط مرة وبينشال وبينكب، هيك أنا فكر، هذا المنطق تبعي، ما بحسهم مرتبين ثاني مرة وثالث مرة، بس هل يا ترى بنقدر نستعملهم كذا مرة؟ إذا أنتم معودين أكيد إيه. النوعية مثل حيلا رموش branded عليهم ماركة بتشترون من السوق 3D نفس الشيء. اللي بعده هول منتجين مش منتج واحد اكتشفتهم عن جديد للشعر من براند اسمه هير بيرست، سو رح فرجيكم اياهم. هول هن شامبو وكونديشنر خصوصي للشعر الكيرلي والويفي، يعني اذا انتم شعركم شوي فيه طعجه او كتير كيرلي كتير 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 منيح، لانه انا جربت اني اعمل شعري كيرلي استعملتهم وقلت بدي اعمل شعري كيرلي، انا شعري اصلا كيرلي، فلقتكم فيها للمعلومه، ما ضل حدا ما بيعرف هيدي المعلومه لانه I'm so proud من الجينز تبعي. anyway استعملتهم خفيف على الشعر لدرجه مش طبيعيه، كتير خفيف على الشعر، كتير انبسطت انا وعم بستعملهم. اذا شعركم كيرلي بنصحكم تستعملون. صراحه انا كنت استعمل براند بلبنان اسمه كوزما لاين، كوزما لاين عندهم رينج للشعر الكيرلي، كنت كتير استعملها، كنت كتير حبها، بس انا محل معايشه ما لقيت بعد كوزما لاين، سو قررت اني اشتري هولي. كمان انه ذير افوردبل منيح، منهم غاليين، ما بتذكر كنت اشوف قديش اشتريتهم اثنيناتهم، يمكن 30 دولار الاثنين. اوكي اشتريتهم ب 25 دولار، عليهم هلا سيل على فكرة. اوه ماي جاد، لا لازم اشتري، في كتير اشي عليها سيلات، ثاقبت انه هلا انا عم صور الفيديو اتس بلاك فرايداي، واو. anyway I love it، كتير بحبهم وبرجع بشتري منهم. هيدي السبونج اللي هلا استعملتها لوجهي، انا كتير بحبها، من احلى السبونجز اللي انا استعملتهم بالكارير تبعي، يعني صار لي 10 سنين ميك اب ارتست، هو احلى سبونجز استعملتهم وكتير افوردبل. ما بعرف ليش كل الاغراض اللي اليوم رح تشوفون رح يكونوا افوردبل، في اشياء ايه في اشياء لا، بس هول كتير افوردبل. كمان بدي اقول لكم من وين جايبتهم او قديه سعرهم وقديه فيها العلبه تبعهم. عيون احاول ايتون ايتون ايتون. اوكي سو حقها للعلبه 24، كنت اقوله 25 دولار، في بقلبها 6، سو قد ايه بيطلع حق الوحده؟ كالكوليتر اكيد. حق الوحدة 4 دولار، بس ما فيكم تشتروها وحدة، بكون تشتروها علبة. I love them لأنه
كتير طرايا. سو بس نبللهم بالمي بيشربوا منيح مي بيصيروا دبل سايز، ما بيسحبوا كتير ميك اب. وهيدا الراس تبعهم، شوفوا الراس تبعهم كتير بوينتيه كتير هيك. سو نقدر نفوت على قلب جوا العين، على قلب هون، like بالمطارح الدقيقة كتير بنقدر نوصل. سو اي لاف ات، تستحق تستحق. اللي بعده هيدا الاختراع. سو بيزيكلي هولي ريست باند، يعني بينحطوا على الريست او على المفصل، بنحطهم هيك. هولي انا ما بستغني عنهم وصرت جايبه منهم كذا سيت، لانه دائما بغسلهم برجع بستعمل سيت ثاني، ما فيني اتخلى عنهم. كل يوم صبح عشيه بس بدي اغسل وجهي بدي استعملهم، خصوصي بالشتاء. بالصيف اوكي نزلت المي شوي هون بوردنا اتس فاين، بس بالشتاء نكون لابسين كم طويل وعم نغسل الوجنا وينزل المي على الكم طويل، انا دراما دراما. سو كتير كتير عمليات، كتير مهضومين، شريطهم من شي ان، كمان رح احط لكم اللينك بالدسكربشن. هيدا البرودكت ولا مره حكي عنه، كتير قوي، من اقوى البرودكت اللي انا مستعملتها ومن اقوى الزيوت اللي انا مستعملتها للشعر للحواجب وللرموش. هيدا اسمه كاستر اويل، البراند اسمه كنزي هير اند بيوتي. خليني افرجيكم كلوز اب. هيدا هو. سو هيدا الكاستر اويل. الكاستر اويل المفروض يكون زيت الخروع بالعربي، صح زيت الخروع. سو الكاستر اويل او زيت الخروع هيدا 100% زيت الخروع، مش محطوط معه شيء ابدا. كتير مهم انه ما فيه كيميكلز، ما فيه كيميائيات، 100% بيور كولد بريست. يعني انتو مثلا بس تروحوا بدكم تشتروا زيت زيتون، زيت الزيتون الاكسترا فيرجن اوليف اويل، بس بدكم تشتروه او حيلا زيت زيتون مرتب، بيكون كولد بريست، يعني مضغوط على البارد ومش على السخن، لانه بس نسخن الزيت بيفقد الغذاء تبعه. سو هيدا نفس الشيء مع مضغوط على البارد، يعني ما فقد الغذاء تبعه، بعده بيور 100% و100% اورجانيك طبيعي. سو اي لاف ات. واللي بحبه انه خليني افرجيكم الباكج من جوا. هيدا هو. دايما دايما قبل ما اغسل شعري بساعة باخذ من هالزيت الخروع وببلش احط على الروتس تبع شعري، ببلش اقسم شعري وحط في له هيدا. شوفوا انتو، شوفوا الزيت قدي سميك، بتحسوه انه عن جد كتير قوي. anyway بحطه على جذور الشعر، كتير بقوي بصلة الشعر، كتير منيح لجلدة الراس اللي هي فروة الراس. اذا عندكم قشرة، اذا عندكم التهابات بفروة الراس، irritation، حيالله شي عندكم ايه بتستعملوه، انا كتير بحبه. وعلى فكرة اوقات بيكون في irritation او التهابات ببصلة الشعر ونحن مش عارفين فيها ومش مبينة علينا، ما في عوارض لإلها، هذا الشيء بيسبب هر الشعر. سو انا دايما بستعمله، يعني مرة بالاسبوع حطه على شعري قبل ما اتحمم. والحلو انه بيجي معه كمان هولي الاثنين. سو هول هن، هيدا للحواجب وهيدا للرموش. سو بكل بساطة منشيل هيك منحط على الحواجب وبنرجع منحط كمان هيدا على الرموش. قبل ما ننام فينا نحط، حيلا وقت فينا نحط. هلا انا على شعري ما بحب حط زيت ونام صراحة، كتير بتضايق ومني اكيدة اذا منيحة او مش منيحة انه نحط زيت وننام، بس على حواجبي على اكيد بحط، على رموشي كمان ما بحط وبنام. خبروني شو رأيكم بهالخبرية، في ناس بيقولوا منيح في ناس بيقولوا مش منيح. على كل هيدا الزيت كتير منيح، انا كتير مبسوطة فيه. في برودكت صار لي سنين بستعمله، مش بس سنة 2023، يلي هو هيدا، وعم بحكي عنه هلا لانه انا بس حط الزيت على شعري بمسكه وبعمل هيك كرمال شو حرك الدورة الدموية بفروة الراس. سو مثل كأنه مساج بس للشعر. هيدا هو، كتير بحبه، بدي اجيب غيره، صار له سنين عندي زيتها لانه ليكو صارت عم تفتح. anyway بتلاقوها بحالة محل عنده ادوات للشعر، كتير هين انه تلاقوه منه. اللي بعده رح يكون شيء خاصه للسفر، شنطة سفر اشتريتها كتير بحبها. يعني انا قبل ما استعملها فرجيتكم اياها بفيديو على يوتيوب، من بعد ما استعملتها كتير حبيتها، ضروري اني افرجيكم اياها مرة تانية. فيها سوفانير من ارمينيا جايين عليها لهيدا، شايفين تركتها هيدي بشنطة السفر لانه عن جد كتير بستعمله. هيدا كتير ضروري للسفر رح يبقى هون.
anyway. هيدي هي الشنطة تبع السفر اللي عم بحكيكم عنها. رح تقولوا لي سارة هيدي شنطة سفر؟ ايه هيدي شنطة سفر. خليني اخبركم ليش شريتها، لانه في لها قصة ليش شريتها. اولا خليني اخبركم عنها. من تحت شايفين هون في سحابة، هون بتحطوا الشوز تبعكم، بتساع اشياء ليوم الاشياء، كأنكم حاملين كاري اون اللي بتحطوها معكم بالسفر على الطيارة، هيدي بتساع قد الكاري اون. من هون في سحابة بتحطوا اللي بدكم اياه، وهون في سحابة، وبنفتح من فوق في سحابة. كمية التياب اللي انا اخدتها معي وقتها سافرت بهيدي الشنطة، شوفوا شايفين قدي ديب من جوا، بتسيعوا فيها اللي بدكن ياه. هون في محل كمان بتحطوا اغراض بقلبها، في محل لللابتوب بتحطوا اللابتوب هون، سو ما ضروري تحملوا شنطتين، بتحطوا الاغراض هون، بتساع بلاوي. رح فرجيكم هلا صورة عن جي بي جوزي حامل شنطتين مثل هيدا. انتو شايفين شكله شو كيوت حبيبي، وقتها حملهم هو لانه كان ظهري عم يوجعني. خليني اخبركم قصتها هيك بسرعه. قصه هيدي الشنطه هي انه انا وجوزي قررنا انه بدنا نبقى نروح نسافر كثير، سو بدنا بدل ما نصرف مصرياتنا على المطاعم هون ببلد واحد مثلا، منجمع ومنروح منسافر اكثر، نكتشف بلدان اكثر. وقررنا انه بدنا نعمل هيدا الشيء نحن وحاملين بس باك باك على ظهرنا، حتى الشنط والتياب وميك اب اول كلهم ما بدنا اياهم، بدنا بس انه نروح ونكتشف ونتعلم وهيك كلتشر جديده، ثقافات جديده ومن هالموضوع. لهالسبب قررت اني اجيب هيدي الباك باك، اي لاف ات. واحذروا قد ايه سعرها، 14 يورو، اشتريتها من تيمو ب 14 يورو، بتصدقوا؟ الفكره فيها حتى انه كمان على فكره ما ضروري تحطوها على ظهركم، فيك تحطوها على كتف واحد بيجي لها باند، وعرفتني عليها رفيقتي. اللي بعده للصبايا اللي بعينوا من حب الشباب او اللي بعينوا من حبوب اثناء الدورة الشهرية، اللي انا بعاني من حبوب اثناء الدورة الشهرية، هيدا اكيد لكم. او اذا بتعانوا من حبوب على الظهر كمان، انا بعرف قد حبوب الظهر كتير بوجعه، ما فيكم تلقوا ظهركم ابدا، هيدا لكم. هيدا اسمها مايتي باتش، وانتبهوا مكتوب عليها دي اوريجينال، رح احط لكم من وين جبتها تحت، رح فرجيكم من جوا كيف بيجي شكلها. سو هيدي الباتش في بقلبها مثل دواء، هيدا الدواء بخلي الحبه تروح اسرع وما تعمل اريتيشن، يعني ما تبين حمراء. سو احسن شيء بتعملوه بس يطلع لكم حبه، بتاخدوها بتحطوها وبتناموا 8 ساعات، بتقوموا بتشيلوها، ومفروض انه الحبه تروح كثير اسرع من انه نتركها لحالها. هول الباف من شي جلام كمان كثير كثير بحبهم، رح فرجيكم اياها. اوريدي انا مستعملتها، مستعمله شيء منها، بيجوا ثلاثه لانه اوريدي مستعمله وحده. هيدا شكلها باف عادي. حتقولوا لي انه شو الفرق؟ الفرق هي نوعيه الباف، بتثبت الوجه بطريقه كتير حلوه مثل حيلا باف تاني، بس اللي مميز فيها انه بتقدروا تعملوا بيكينج بطريقه كتير سهله، هيك ودغري بتقدروا تعملوا بيكينج، هيك على الانف ودغري بتقدروا تعملوا بيكينج. هذا اللي بحبه فيها، بتوزع الباودر بطريقه متساويه على الوجه، سو اي لاف ات، برجع بشتري منها على الاكيد. تذكروا شريت من شنطه السفر هيدا، هيدا حكي عنه بفيديو كمان على يوتيوب، اسمه هير واكس ستيك. سو هيدا واكس للشعر، بدل ما تحطوا ايدكم بالواكس وتصير ايدكم كلها واكس، بتعرفوا قد ايه صعب تشيلوا الواكس عن ايدكم؟ صعب كثير وثقيل كثير. سو بدل ما تحطوا ايدكم بالواكس وتحطوه على شعركم، بتقدروا تستعملوا هيدا الستيك بكل سهوله. كثير باخذ منه على السفر لانه كثير مناسب للسفر، دغري بق 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 بنزل الشعر. مثلا خليني شوفوا، شوفوا هالجهه كيف بحط هيك، شوفوا بخفت ايدي على فكره عم بمشي، ما عم بمشي كثير، شوفوا الفرق. اوريدي شايفين التنوبر هون، شوفوا هون كيف صار بعقد، اي لاف ات. هيدا المويسترايزر بعقد، على فكره كل شيء حقول عنه بعقد لانه هو افضل الاشياء اللي اشتريتها انا بسنه 2023. هيدا المويسترايزر اسمه ادفانسد سنيل، يعني بالذات سنيل اول ان وان كريم. سو اهم شيء قبل ما نشتري، قبل ما احكي لكم عنه، انه بدنا ننتبه تكون البراند مكتوبه عليه لانه في كثير تقليد منه. سو رح احط لكم تحت بالديسكربشن انا من وين جبته وكل المعلومات عنه. الفكره فيه انه السنيل يلي هو السلايم تبع السنيل، يعني الشيء اللي بمغط اللي بيطلع من البزيقه، هيدا الشيء
كتير كتير منيح، فيه كتير كولاجين للوجه. سو هيدا عبارة عن كولاجين، هن اخدين هيدا الشي من السنيل عاملينه بطريقة انه منقدر نحطه على الوجه. على فكرة انا عاملة فيديو حطة سنيل حقيقي على وجهي، لهالدرجة انا كنت مجنونة. anyway ما عملوا لي شي وقتها على فكرة. anyway هيدا هو كتير كتير قوي، حتى شوفوا شوفوا هو البرودكت بحد ذاته محافظين على هيدا تبع السنيل يلي هي البتمغط السلايم تبع السنيل. كتير قوي، كتير بغزل البشرة، كتير بحبه، كتير بنصحكم انه تستعملوه. نرجع للميك اب، وهيدا البرايمر من ميلك ما صار لي زمان جايبته، فتحته انا وياكم، جربته انا وياكم. جايز بس تحطوه على البشرة مش انه البشرة بتصير تلزق، يعني شوفوا بحط ايدي على بشرتي بصير عم تلزق البشرة على ايدي. هيدا بيعني انه الفاونديشن من بعدها رح يلزق بشكل مش طبيعي. سو هيدا البرايمر كتير كتير قوي، كتير بيرطب البشرة وبنفس الوقت بخلي الميك اب يلزق بشكل مش طبيعي، ما بتصدقوا. نرجع للسفر، هيدا اشتريتها بأقل من دولار، بتذكر انه من تيمو، حاطة فيها البرفيوم تبعي كمان للسفر، بما انه ما فينا ناخد البرفيوم كله واصلا بتاخد كتير محل خصوص اذا رايحين باك باك، وبترشوا منها كتير قوية. ليكو قدي صغيرة، اشتريت وحدة سودة لجوزة، تعرفوا اسود مانلي. اقوى كونتورينج ستيك لهيدي السنة بيربح معنا ميك اب باي ماريو. هيدا الكونتورينج ستيك كتير كريمي، الدمج تبعه كتير سهل، اللون تبعه كتير حلو. هلا رح فرجيكم انا وعم بعمل كونتورينج لوجهي، كتير كتير حبيته. الشيد اللي انا عم بستعمله هو الميديوم. النصيحة اللي بعطيكم اياها هي انه اذا انتو لونكم فاتح مثلي استعملوا الميديوم، يعني ما تستعملوا اللايت، روحوا اغمق درجة، لانه حسيت انه اللون حتى الميديوم لونه مش هالقد ميديوم، فهمتوا علي؟ سو استعملوا شيد اغمق من ما انتو متوقعين. كتير كتير حبيته. حبيت كمان انه بيجي فيه معه البروش من تحت، سو هيدي البروش بتساعد كمان للسفر اذا ما بدنا ناخذ كثير بروشز معنا. البرودكت البروش تبعه معه، سو كثير حبيت. اخر برودكت رح احكي عنه رح يكونوا الانديفيدجوال اي شادوز من كيكو ميلانو. انديفيدجوال اي شادوز ومش الباليتس، لانه في فرق، ما حدا يقنعني في فرق. سو هول اللي انا نقيتهم يلي هن فيهم شيمرز ومنهم مات، ولا واحد منهم مات، كتير كتير حبيتهم. الجليتر اللي بقلبهم كتير حلو، رح فرجيكم هلا سواتشز على الايد اللي حبيته فيهم. اول شيء في جزئين، اول جزء هو الجليتر، هو بس جليتر يلي هو الاسود الاخضر والجولد، كتير بيجمنتد، بيندمجوا بطريقه كتير حلوه. وعلى فكره بدي اقول لكم شغله، انه بس تحطوهم اعملوا هيك على اللون رح يبين الجليتر اكثر. سو بس لايك تعملوا هيك او تدمجوا اللون رح يظهر جليتر اكثر من انه بس تحطوه طبطبه. هاخدوها مني، هيدا الشيء انا اكتشفته. تاني شغله او تاني نوع من الاي شادو اللي جبته هو هيدا، رح تلاحظوا شكله بيجي غير. هيدا منقدر نستعمله مع مي وبلا مي، سو فينا نخلطه ريشة عليها مي منخلط ومنرسم بشكل محدد، او بلا مي منستعمله كأي شادو عادي. كتير بيجمنتد، انا قدي حطيت هلا انجا، كتير بيجمنتد، بيندمج بطريقه كتير حلوه واللون كتير حلو. هولي من كيكو ميلانو كتير حبيتهم. صبايا هيدا كان الفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا منه. خبروني اي برودكت اكتر شي حبيته بالكومنت، وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا. باي.